رح نشوف كذا سيتياسيو معقولة انت تكوني فيها وكاتبين عنك. رح نبلش سوا. رح نشوف الصورة. جنى المير مذيعة طقس على احدى القنوات. هيدا وهم ام حقيقة؟ يعني معقولة يوم ما نشوفك عم تذيعي طقس على قناة معينة؟ لا وهم. ما بتحبي؟ لا مش هيك، بس انه مش تارجت، مش جنى، يعني في ناس بتلبق لها اكتر. عرفتي يعني بدهم بنت هيك طويله جسمها حلو، يعني هيك بيلبق لها اللبس. انا مش يعني ضروري. انا شو بدي بقول؟ رح نعمل لك ستيل معين خلص لتعتلي خاص للطقس. بس انه بتلاقي انه بتصغري من قيمتك اذا طلعتي مذيعة طقس؟ لا ابدا، بالعكس كثير حلوه. اوكي بننتقل سوا. جنى المير عم تعمل مسرحيه من كتابتها وتاليفها، ممكن تصير؟ ممكن و100% ان شاء الله. كيف كنت بصف المسرح؟ انا كنت دائما على المسرح. انا جنى امي اكيد على المسرح، يعني انا انطر الناطره. يعني عصب اذا ما كانوا حاطيننا مثلا حصه مسرح او شيء، يعني دائما انا على المسرح عم قلد اساتذه، عم ضحكهم. بتقلدي منيح؟ ايه عرف؟ هلا معقول معقول تخلص الحلقة وتقلديني مثلا؟ لا تظبط الحركات ولا طيب. لكن مش غلط تعملي مسرحية. مين بتختاري بهذه المسرحية؟ مين بيطلع على راسك أول شيء كممثلين؟ ليليان نمرة. ليليان نمرة أوف قوية كثير، زعيمة الكوميديا، بتعقد كثير، بحبها وبحبها لأنه على عفويتها وطبيعيتها وبقوة صوتها بقوة حركتها. قلدي لنا ليليان في بتطلع معك دغري ولا ليليان شخصية لا تقلد؟ يعني هيدي أنا مش بقلدها، يعني آيدل فيك تقول. عرفت؟ ما بقلدها. هاي واو واو. طيب مين بتحب تقلدي؟ يعني قلدي لنا شي حدا. إيه كثير عميلة هيك، تقلدي لنا شي حدا هيك. يعني أنا أشخاص يعني من عائلتي بحب إنه هيك، يعني من عائلتي كثير بتقلدي مثلا، ما بعرف كثير بقلدوا سلطان طرب جورج وسوف. طريقة شو بدي صوتي لصوتك؟ ما كلها من الناس ممكن تطلع، ما بعرف يمكن غير شيء. على كل حال رح اعطيكي وقت لتفكري بحدا. جنى المير مشتركه في سيلبرتي دويتس، انت بتغني بترقص بتعملي كل شيء، ممكن تقبلي اذا دعيوكي؟ ممكن، ليش لا؟ بتحبي هذا ستيل بروجرام؟ ما بتلاقي انه برامج المواهب شوي ما بتعطي حق للمشترك اكثر بيكون كرمال ينجح البرنامج؟ ممكن، ومثل ما قلت لك كثير بكره انه لجنه التحكيم قاعدين عم بيقيموني، ما بقدر اتقبل هيدي الفكره ابدا. شو برجك؟ انا سرطان. واضح. ابراج هون حد الابراج طول. جنى بس انت بترقصي هيب هوب؟ مزبوط. خبرينا اكثر. انا فري ستايلر اكثر، يعني انا ما بعرف كثير امشي ورا كوريوغرافي، مع اني هلا عم اشتغل على هذا الموضوع. انا كنت مرن رقص، وكنت مرن تقريبا لياقه بدنيه فيك تقولي، وهيك وقفتها هلا. وقفت شوي، بس عم فكر اني ارجع افتح وارجع اعمل شيء براند باسمي حيال هذا الموضوع. مثل ما بقولوا اهلي بيوافقوكي على كل شيء حسب ما عم اياد قدامي، وكل شيء عندهم كلير، يعني بيكون واضح وبيدعموكي بكل خطوه عم تقومي فيها. بشو عرضوكي بالحياه؟ اول ما بلشت بابا او هيك انه كدراسه اول شيء، انه هلا مدرستك ما تفوتي بهذا الموضوع، بعدين فكري بهذا الموضوع. يعني ما كان يوقفوا. بتتذكر وقتها كان على الاو تي في في برنامج اسمه تالنتين، هيدا انا كان يكتبوا الرقم، كنت اكتبه على الحيط عندي للرقم. لا ماما بدي فوت بهذا، بدي فوت بهيدي. يا رب دقيتي بوقتها، انا كنت بروديوسر. يا الله. يلا بسيطة. إلا ماما بدي فوت بدي غني هون، تقول لي حفظي ثلاث أغاني وأنا بوديك. حفظت ثلاث أغاني وما ودتني. ما ودتني. يا ماما مش نسيت لك إياها أبداً. عبالي أحضر هيك شي تيك توك لإلك، فيديو هيك يكون مهضوم قبل ما نفوت بموضوع أغنيتك الجديدة، وفي قصص كثير رح نحكي فيها. تيك توك بنشوف جنى شو بتعمل على تيك توك. يعني اذا فيني اقول بتعملي ليبسينج، بترقصي ستيل معين، بتحضري مثلا تيك توكرز؟ مين تيك توكرز بتتابعيهم؟ كثير بحب من برا وبحب من لبنان. بيرت واكد؟ بيرت. واو كانت الاسبوع الماضي ضيفتنا. ذكرتي كمان ذكرتي على العشاء. مظبوط عزمتك على العشاء، رحتوا؟ بعد؟ لا بعد ما. طيب رح نشوف سوا معك. ما قلت تقلدي لنا بيرت؟ ايه بيرت شخصية. ايه لسان هيدي المي نجيبها، صدقتش انه انا حطيتها هون؟ ما صدقتش. صدق حبيبتي. نايس نايس نايس. من تلبس شو تقول؟ كورن فلاكس. كورن فلاكس. يلا بنروح سوا ونكفي مع جنى
وصلنا جنى المير الوجه العلاني لملابس السباحه. نو 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 ابدا ابدا. يعني انت مع اللي صار بصيدا؟ اذا هي بلدي محافظه بدنا نحترم هذا الشيء، يعني كمان في اماكن ما بيخلوا مثلا بنت محجبه انه هي تشتغل عندهم. بس البحر مش ملك للكل؟ البحر هو ملك للكل، وكمان الشغل ملك للكل. انا يعني فهمت علي انه مثل ما انتم بتمنعوا، مش انتم يعني، مثل ما انه بيمنعوا بنت محجبه انها تشتغل، كمان نحن ما بدنا عوري على البحر. بس بلبنان ما في هي بقى هاي النفسيه انه بنت محجبه تشتغل او هالقصص، ما في منه. لا في في اماكن بعدهم لهلا بيقولوا مثلا ما بدنا بنت محجبة تشتغل. بعض الشركات اللي بيكون عندها بعض العقد بالنهاية. ممكن. متعصبة دينيا جنى؟ مش متعصبة دينيا، بحترم كل الأديان. لكم دينكم ولي ديني. نايس. رح نكمل. جنى المير إلى السجن. جنى المير إلى السجن. ممكن تصير شي نهار؟ ليش؟ أنه ممكن تصير كرمال شو ممكن تفوتي على السجن؟ سبب واحد يخليك تفوتي على السجن. في شي بخليك تفوتي على الحبس؟ لا اشكال ابدا. انا بخاف. لا يعني اذا حدا عصبك بتضربيه؟ لا ليه بدي اضربه؟ ما لا اذا عصبني يعني ممكن اضرب. بتفوتي على السجن؟ لا ما بفوت على السجن. والله لك الكل يلا يلا جماعه الكل يضرب بعضه، ما حدا فيت على السجن. اي حدا اي حدا بده مشكل يتصل فيه دغري. ما بفوت على السجن انا. اي ما بتفوت على السجن. كاميرتك هون. خلينا نتابع سوا جنى المير تتخلى عن الشهره وتيك توك. هي ولا ممكن؟ مش ولا ممكن. حسب. حسب. محاولة انتحار جنى المير. لا ما قلبها العادة، بالعكس يعني ما ضد هالأشياء أنا كتير. ما شو انتحار ما انتحار. اي يعني ولا ممكن تعملي اول شيء هذا الشيء. ممكن اعمل كامبين. هيدا ضعف شخصيه، هيدا ضد الدين، هيدا كل شيء. الانتحار مثلا نقول شغله، هو شخص ضعيف ضروري حدا يقويه تيرجع يقوى. يوعي. ضروري حدا يوعي.